من جمال الشعر واهتمام بجمال الإنسان، دائما بنكرر نقول أي مكان تتمشي له بيظل ذكراه وتفاصيله وشواهده هي حاضرة في مخيلتك في كل مكان يعني. فما بالك لو المكان ده أصلا اتأسس لنهضة السودان، كان فيه القطار وتفاصيل مختلفة جدا. بعد نتكلم عن عطبرة برضو، غير النضالات المعروفة على مدى التاريخ، نتكلم برضو عن القطار وتفاصيل القطار الممكن تكون تجوب كل ولايات السودان بخيراته يعني. نعم، ودي إذا كان عطبرة هي محطة الوطن الكبير كانت تضيق متحضرة، ولما القطار صفر وقف بهرت نسورة عطبرة. نشاهد هذا التقرير عن السكة حديث. من أكثر قطاعات النقل الوطنية التي تعرضت للتدمير الممنهج والتردي المريع خلال النظام المعزول هي هيئة السكة الحديد. إن ورشتنا داخل المرمى ورشة سيئة شديد جدا جدا، إنها أول حاجة من السطح أمطار وهذه كلها بتجينا داخل الورشة، المجاري سيئة جدا جدا، طبيعة العمل صعبة، حتى إنه أبسط الأشياء اللي ممكن الناس تقدر تعمل بها عمل ما موجودة. فسكة الحديد التي كانت من أكبر الدعامات الاقتصادية والناقل الوطني الأول والأطول في القارة الإفريقية شهدت انهيارا دراماتيكيا في كافة محاورها خلال العقود الثلاثة الأخيرة. والله يا أخي هي بيئة طاردة، لأنها البنية التحتية حقتها منتهية، المقومات السلامة في الورش ما متوفرة، الخط بتاعنا مشاكله كثيرة، القطارات مشاكلها كثيرة، محتاجة لإزبيرات، فسكة حديد محتاجة لكثير صراحة. ولم تكن السياسات العقيمة للنظام البائد هي التي عجلت بانهيار سكة الحديد فقط، فقد تكفلت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان بدمار نحو 80% من بنياتها التحتية، بل إن وزارة النقل قدرت مجمل الخسائر التي تعرضت لها السكة الحديد جراء الحظر الأمريكي بأكثر من 227 مليون دولار، نظير استجلاب قطع الغيار وانخفاض الطين المنقول وخروج المئات من القوى الساحبة. استجلب زبير بقوم شنو اضطر خاطب شركة تخاطب أمريكا حتى تجيني، ودي اللي هم بيتكلم في السكة الحديد ما بالغ هاي يعني. أما ثالثة الآثاف فقد تمثلت في قرار الفصل التعسفي الجائر مطلع التسعينيات القرن الماضي الذي طال في يوم واحد أكثر من 3000 عامل من أفضل وأميز كوادر وخبرات السكة الحديد وكفاءاتها المهنية والإدارية والنقابية، حيث شكل هذا القرار الظالم ضربة موجعة لقدرات الهيئة البشرية التي لم تستطع التعافي منها حتى الآن. أحيي عمال السكة الحديد المفصولين، نحن يعني نطالب بعودتنا الآن ونحن من أوائل الناس اللي تكوت بنار الإنغاز. السكة الحديد ناقصة، ثانيها بنمشي مع مرات مأموريات الرهد يقولوا في أقسام ناقصة، واحدين ياخذوا جايزون بيمشي من هنا يمشي يقتلون هناك، عشان كده لازم توفر العمالة الكافية يعني بالنسبة للسكة الحديد. ومما زاد الطين بلة هو قرار تجفيف الجبيط الصناعي ومعهد التأهيل المهني بالمكرن اللذين فقدا سكة الحديد أهم رافدين عماليين لها، وحرمها من تجديد شبابها وتواصل أجيالها، وأفرق الورش من التلاميذ المهرة والعمالة الفنية والتقنية الوسيطة المؤهلة. يعني جبيل المعهد ده والمقرن كان بيطلع بيخرج يعني برادين وبيخرج بيجيب عمال، هسه الورشة شغالة بدون عمال وبدون برادين، يعني بالوردية بتلقى فيها براد واحد، يعني البراد الواحد لما يطلع من الورشة ليعطل الوردية بتقول له كاشفة. ومع مشائل ثورة ديسمبر المجيدة وجدت السكة الحديد نفسها في قلب الحدث وإحدى أدوات التغيير واشتعال فتيل الثورة بقطاراتها التاريخية التي سيرتها ما بين عطبر والخرطوم. حكومة كانت سابقة كانت يعني ضاغطة على الشعب السوداني، والحمد لله لما جاءت ثورة الشعب عامة، يعني حتى القطار اللي يمكن صار من عطبر كان له إحساس عميق جدا في قلوب كل السودانيين وخاصة عمال السكة الحديد. وبعد طي صفحة النظام البائد تستشرف السكة الحديد آفاقا جديدة وأمال انعراض وتحولات جذرية شاملة برؤى استراتيجية نافذة ومنظومة هيكلية حديثة تسترد بها السكة الحديد مكانتها ودورها المحوري كدعامة اقتصادية حقيقية في الناتج الإجمالي القومي.
لنا زي 36 سنه في السكه حديد. فهسه حاليا احنا حسينا بانه السكه حديد يا دوب ابدا كل امانه. يعني السكه حديد في العهد اللي هسه احنا فوقه ده رغم الضيق الشح الامكانيات وكده، فنحن حسينا بانه فعلا يا دوب نحن بقينا سكه حديد. وبس المرجو انه يعني الناس يعني تقيف معانا، وزي ما شايف يعني الابورات دي كلها بتنقصها الزبيرات، الناس بيشيلوا من القديم ويجيبوا في الجديد وبيمشوا الحال. السكة حديد لنا مطالب كثيرة، وأولها نحن طالب برفض الشركات في السكة حديد، وعاوزين قطارة السكة حديد ترجع لأبو حمد لجميع الجهات. عاوزين السكة حديد، السكة حديد يجيبوا لنا مدراء جيدين في السكة حديد. السكة حديد مظلومة مظلومة، لا دارين سكاكيون، لا دارين سار، لا دارين غيره وغيره. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.